مش هزنا جيبنا لتونس. هو دونك هذا البلاغ اللي هبطته سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية التونسية، تقول في إطار التعاون ما بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية الشقيقة، يسر سفارة المملكة الترحيب ببعثة الصندوق السعودي للتنمية اللي تعتزم زيارة تونس ابتداء من اليوم الأحد 3 ديسمبر لمتابعة المشاريع الجارية تنفيذها في تونس والممولة من الصندوق. البعثة مكونة من مهندسين مختصين في مجال المشاريع التنموية. كنا تعرضنا للموضوع هذا منذ أسبوعين محمود، وقلنا وأنه باش تجي بعثة الصندوق السعودي للتنمية اللي هو هذه من أهم الصناديق في العالم اللي تمول المشاريع وتبعث مشاريع في عديد بالضبط. الدول، ولعل من جملة المشاريع اللي باش تعملها في تونس اللي باش تحكي عليه المرة هذه في المرحلة متاعه الأولى هو في علاقة بخط السكة الحديدية الخاص بالفوسفات وإنتاج الفوسفات ونقل الفوسفات إن شاء الله. أما ما نتصورش هذاك المشروع الوحيد اللي باش يخدم عليه الصندوق، مجموعة من المشاريع مستحيل يكون هذاك المشروع الوحيد. الصندوق السعودي للتنمية هذايا اللي يسمعوا فينا، هو صندوق ماهوش يفرق في الفلوس، هو صندوق يمول مشاريع، يمول مشاريع سواء ما صارتش والا مشاريع ديجا قائمه. خاطر كي تلوج على الصندوق هذايا تلقاه في في جنوب قاره اسيا عنده 173 مشروع. هو يخدم في 82 دوله في العالم، 173 مشروع في جنوب قاره اسيا اللي هو توا الاستراتيجي نتاعو دار للشمال افريقيا. اكثر من شطر المشاريع هم مشاريع موجودين ناجحين لكن كبروا، معناها مصنع نقولوا فيه 10 يولي فيه 100 اللي هي حاجه تصلح للاكزامبل تونيزيان. الصندوق السعودي للتنميه عنده خلينا نقول الشيفر بتحفظ خاطر الارقام يخلبزوا على العبد، 20117 مليون ريال سعودي باش يتقسموا على 123 مشروع في شمال افريقيا. نحن تونس هذوما الفلوس هذوما كي ناخذوا 25 مشروع ما نطمعوش، ما نقول 25 مشروع دنيا ما بين مشاريع جديده ومشاريع يكبروا. معناها نهبطوا على المشاريع الناجحه اللي ناقصين تمويل، خاطر هذاك نقصتنا سيوله الحب، ناقصين تمويل يكبروا والله بقدره ربي ياثر حتى على الناتج القومي. خلينا نقدموا في صحه عنا برشا اخبار ومعاهم الماراثون ولكن خليني نعمل ملحوظه انا في علاقه بالتمويلات هذه ان شاء الله نخدمه، لانه نعطيكم مثال والناس كل تعرف مثلا المستشفى نتاع القيروان اللي مثلاً هو فلوسه كانت جاهزه ومرصوده وحاضره من المملكه العربيه السعوديه ما تعملش الى الان. معناها المشكله راهو داخليه عنا احنا اداريه، هوني يلزمنا احنا نشوفوا كيفاش نفهموا شنو اللي صاير، علاش مكبله، علاش المشاريع هذه ماهيش قاعده تمشي، علاش التمويلات اللي قاعده تجي تقف، قداش عملنا من مبادره يا اخي، قداش عملنا برشا راهو مبادرات وجاو رؤوس اموال وجاو دول باش يستثمروا ووقفت ما قدمناش قدام. ان شاء الله ان شاء الله ما نفلتوش الفرصه، بين يدينا فرصه كما هذيا. نمشي للعنوان الموالي نقراوه في اليوم السابع حول ايام قرطاج المسرحيه اللي كرم قامات مسرحيه من انحاء العالم في افتتاح دورته ال 24 دونك كان برئاسه الدكتور معز مرابط. بطبيعه خلال الافتتاح قاموا بتكريم مجموعة من الفنانين من العالم، شارك في تسليم دروع التكريم الفنانة التونسية نصف بن حفصية، وذكرت أيام قرطاج المسرحية الأسماء اللي فقدها المشهد الثقافي على غرار منصف شرف الدين، محمد كدوس، ريم الحمروني والأسعد محويشي الله يرحمه من عامهم. دونك الدورة 24 من أيام قرطاج المسرحية شارك فيها أكثر من 60 عرض من 28 بلاد من مختلف القارات في انتظار عشاق المسرح في مختلف أقسام المهرجان اللي تتوزع كالتالي. فما المسابقة الرسمية في 11 عرض، العروض الموازية 24 عرض، مسرح العالم 18 عرض، تعبيرات مسرحية في المهجر 4 عروض. أيام قرطاج المسرحية أمال هي فرصة زايدة لكل التوانسة وأنهم باش يكتشفوا عروض ربما ما تجيهمش فرصة أخرى باش يشوفوها، عروض تجي بذمة المهرجان. بذمة المهرجان هي عروض عالمية كبيرة برشا باش تكون موجودة، فما أسماء عالمية لأول مرة يتم الاحتفاء بها في مهرجان أيام قرطاج المسرحية، عروض مهمة برشا. لكن أنا عفوا باش نحكي لك على المعلقة، معلقة المهرجان، مهرجان الأربعين سنة في دورة متضامنة مع أرض الكنعانيين، أرض أقدم
أقدم شجرة زيتون في العالم وعمرها 5500 سنة. قرطاج الأربعون حاملة لغصن الزيتون في دورة فياضة بالدلالات، يعني يقتل شفت اللفيش اللي فيها غصن الزيتون حاجة ممتازة وممتازة جدا بالنسبة لهذه الدورة، الدورة المتميزة. نعطيك سر؟ أنا سر. كي يبدأ رئيس الدورة اسم كيما معز مرابط بالضبط حاجة عادية عادية، لأن الدكتور معز مرابط أثبت لنا في كل مرة وفي كل تظاهرة وقت يكون هو على رأسها ما نلقاه إلا حاجة في قيمة التظاهرة وفي قيمة تونس. نمشي العنوان آخر باش نمشي، والأمير قطر اللي يستقبل الرئيس الفرنسي ويعقد معاه جلسة مباحثات بشأن الأوضاع في غزة. دونك استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقد معاه جلسة مباحثات بشأن مستجدات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية، وأكد أمير قطر على أهمية مواصلة جهود ضمان العودة للتهدئة ووقف دائم لإطلاق النار في غزة، وأكد على حماية المدنيين وإيصال المساعدات لغزة وإيجاد حلول تضمن قيام الدولتين. محمود، هي دولة قطر سياسة الاحتواء الدبلوماسي اللي عندها مواصلة فيها، معناها كي جاها ماكرون باش يتكلم على القضية واللي قاعد صاير واللي حاول باش يعمله، هو يحب يلعب دور هو في اللي قاعد يصير وتهت أجديدة وكل شيء، تقول له تفضل مرحبا بيك. ما مش طردوه ولا ما مش يعملوا له كما رئيس وزراء ألمانيا اللي خلاوها الجمعة اللي فاتت يستنى نصيف ساعة في المطار. عندها دلالات دبلوماسية هذيك، راه ما فماش حاجات تصير بالصدفة في الدبلوماسية سيرتو في الخليج وبالأخص في قطر. تبقينا ماكرون، شنو الضغط اللي نجم يعمله هو على الكيان الصهيوني؟ في شنو ينجم يساعد؟ شنو ينجم يعمل؟ تو نشوفوا القدام، ولو اني ما نتوقعش اللي باش يكون عنده دور كبير ياسر اكثر من اللي ديجا قاعد يصير واكثر من دوله قطر. نجم دوله قطر تضغط اكثر، نعرفوا انا فما استثمارات وارقام كبيره خياليه موجوده في فرنسا، نجم تضغط بهذيا كمان. معناها انت تقول قطر تضغط على فرنسا وفرنسا تضغط على الكيان الصهيوني. اكثر دوله نجم تضغط على الكيان الصهيوني اليوم هي امريكا. والمشكله ماشيه وتكبر اليوم ما بين اداره بايدن والكيان الصهيوني، وتو نشوفوا الجمعه هذيا باش يصيروا برشا تطورات. نرجعوا لكم بالغيكاب هذيا ان شاء الله الويكاند الجاي باش نمشي لعنوان اخر، حماس تعلن قتل الجنود تابعين للاحتلال.